هذه الاتفاقية تدخل في إطار سياسة سوناتراك الموجهة إلى فتح أسواق سوناتراك ومشاريع سوناتراك لهذه المؤسسات الناشئة والمصغرة، من أجل أولا البحث عن شركات جديدة قادرة على إعطاء ديناميكية جديدة من أجل تجسيد مشاريع سوناتراك، وكذلك البحث عن القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني. اليوم مؤسسة سوناتراك اللي هي عملاق جزائري راهي فتحت أبوابها للمؤسسات المصغرة باش تمكنها من وتوفر لها مخطط أعباء، وهذا اللي كان واحد من المعوقات الكبيرة في مجال المقاولاتية بالنسبة للمؤسسات المصغرة، مما يمكننا اليوم تحسين هذه المرافقة، وفي نفس الوقت شركة سوناتراك راح تلعب دورها دور كشركة مواطنة.